السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، هذا الفيديو اليوم راح أشرح فيه عن الأوراق المطلوبة للم الشمل إن كان لاجئ وإن كان معه حماية ثانوية. شو الأوراق المطلوبة لحتى تقدر تعمل لم شمل من عمان الأردن؟ تمام حبايبي، يلي عم يشوف فيديو جديد عندي بالقناة لا تنسونا من الاشتراك بالقناة والدعم لحتى نكبر وجودكم أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. تفرجوا يا جماعة، هي الأوراق المطلوبة كلها ياتا رح لكم ياها واحدة واحدة على السريع وما رح نطول عليكم. مثل ما حكينا، هدول للناس يلي بدهم يعملوا لم شمل إن كان معهم لجوء أو إقامة حماية ثانوية. طيب، أول شيء كاتبين لك بدهم جواز سفر ساري المفعول وموقع يحتوي على صفحتين فارغتين على الأقل. يعني يلي بدك تعمله لم شمل الشخص لازم يكون معه جواز سفر ساري مفعول، أقل شيء لازم يكون فيه سنة، هي أقل شيء. طيب، كاتبين لك كمان أنه تعمل نسختين عن الصفحة تبع البيانات جواز السفر اللي هي بيجي عليها الصورة والبيانات اللي بيجي الصفحة الأولى والتانية. عم يقول لك أنه بتعمل منهم نسختين، بالإضافة لنموذج الطلب التأشيرة الوطنية معباين وموقعين. الطلب اللي هو هذا بتنزلوه من موقع السفارة مشان تعبوا المعلومات كلها اللي مطلوبة بهذا الطلب. بعد ما تعبوها وتخلصوها وتوقعوا عليها بتعملوا منه نسختين مثل مكاتبيكم هون. عنا هون كاتبين لك اللي هو رقم 4 انه صور شخصية، لازم تعمل صور شخصية، بس تروحوا عند المصور بتقولوا له يعملكم ياهن خاصين بالسفارة الألمانية اللي بيجي قياسهم هن 4.5 × 3.5، هو بيعرف المصور. فبدهم صورتين مثل المكاتبين هون شايفين عنكم، بدهم صورتين. وليش عم قلكم جيبوا لقياسات السفارة؟ تفرجوا كابيكم هون انه المواصفات تكون وفق شروط السفارة. طيب، هلأ منجي كمان للوراء اللي هي المهمة بالنسبة كتير لموضوع لم الشمل. مثل مكاتبيكم هون فرجوا، يرجى تقديم المستندات الشخصية الأصل مع نسختين عنهم. يعني بكون جيبوا النسخ الأصلية من كل ورقة حقلكم ياها هلأ، وتكونوا عاملين منها نسختين من كل ورقة رح نذكرها هلأ هون موجودة عنكم. أول شغلة كاتبين القيد العائلي اللي هو البيان العائلي لازم يكون مصدق من السفارة الألمانية ببيروت، حصرا ببيروت بعد كل التصديقات. مثل ما كاتبيكم هون انه يتصدق من السفارة الألمانية ببيروت بعد ما تكونوا انتم مصدقينه ومترجمينه بسوريا من وزارة الخارجية واموره كلها مصدقة وكله تمام. طيب، عنا عقد زواج وشهادة الزواج. عقد الزواج وشهادة زواج، هلا في ناس بتخربط بتقول لك عقد الزواج هو نفسه شهادة الزواج. لا، في شيء اسمه عقد زواج هذا بيجي لحال، وفي شيء بسوريا اسمه بيان زواج غير البيان العائلي وغير عقد الزواج. في شيء اسمه بيان زواج، هاد بتطلعوه من سوريا وبعد ما تطلعوه بيتصدق من السفارة الألمانية كمان ببيروت. هلا في شغلة كتير مهمة رح قلكن عليها، انه عقد الزواج ما بيتصدق بالسفارة، السفارة ما بتقبل تصدق لك ياه، وهذا الشيء بيعرفوه بالسفارة الأردنية وكل السفارات. بس انت اللي بدك تبعت الورقة المهمة اللي هن رح يقبلوا لك العقد الزواج اللي هي بيان الزواج. هي كاتبين هون شهادة زواج بس هي بسوريا اسمها بيان زواج. هاي الورقة بتطلعوها كمان وبتصدقوها من السفارة الألمانية ببيروت. هون كاتبين لك إذا لزم الأمر وكالة خاصة بالزواج. كيف يعني؟ هاد للناس يلي متزوجين هن موجودين بألمانيا، مثلا الزوج موجود بألمانيا والزوجة موجودة بسوريا، هاد بيعمل وكالة بسوريا مشان ينزلوا يثبتوا له الزواج تبعه بالمحكمة. فبدهن صورة الوكالة، يعني انتوا بتعملوا وكالة، هي الوكالة لازم يكون في منها صورة. طبعا هي ما بتحتاج تصديق من السفارة الألمانية ببيروت. عنا شهادة ولادة. شهادة ولادة للشخص يلي عم تعملوا له لم شمل، وبالإضافة للشخص يلي موجود بألمانيا اللي هو الزوج أو الزوجة. كمان كاتبكن هون مصدقة من السفارة بعد التصديقات اللازمة. عنا القيد الفردي.
في شيء اسمه بيان قيد فردي، هذا غير إخراج القيد وغير بيان الولادة. كمان طالبين منه يكون مصدق من السفارة الألمانية ببيروت. عنا هون كاتبين إن اقتضى الأمر شهادة طلاق، شهادة وفاة، بعيد الشر. طبعا بعيد الشر، الله لا يجيب ضرر للجميع إن شاء الله. فكاتبين إنه بهي الحالة إذا كان في مثلا الشخص اللي عم يعمل لم شمل، إذا كان هو متزوج ومطلق فلازم يجيبوا شهادة طلاق، أو الزوجة كمان نفس الشيء إذا متزوجة ومطلقة وكمان لازم تجيب شهادة طلاق، أو الوفاة لا سمح الله إذا في وفاة كمان لازم يكون في شهادة وفاة. طيب هل الناس حتقلي إنه كيف شهادة وفاة؟ طب ما هو عم يعمل لم شمل. إيه، أي إنه إذا كان مثلا وحدة متزوجة وزوجها توفى كمان لازم تجيب هي شهادة وفاة، إنه هي لأنه حتتزوج شخص تاني فلازم تجيب شهادة وفاة إنه هذا الشخص متوفي، أو العكس كمان الزوج إذا كان زوجته متوفية كمان بيجيب شهادة وفاة. عنا هي كتير مهمة اللي هي إثبات إجادة اللغة الألمانية الأساسية اللي هو مستوى A1، أو خلينا نقول المستوى A1 بالإنجليزي، بالألماني A1. هاد لازم يكون موجود كمان شهادة A1، وهي المعاهد المعترف فيها. كاتبين لكم انه نحنا بنعترف بالمعاهد هي ليكا، اللي هو تيست دا اف، وعنا تيلك، وعنا USD، هدول المعترف فيهم بالسفارة الألمانية. يعني ما في تروحوا على معهد مثلا معهد الحضارة بسوريا، معروف معهد الحضارة بالشام، انه تروحوا والله تعملوا شهادة ألمانية عنده وتجيبوها تقدموا لهم اياها، هي مرفوضة ما بيقبلوها. فلازم يكونوا الشهادة تبع A1 اللغة اللي هي من هدول المعاهد معترفين بالسفارة الألمانية. في معلومة هون كاتبينها، شوفوا كاتبين، لا يلزم تقديم شهادة اللغة الألمانية إذا كان الشخص المرجعي المقيم في ألمانيا يحمل البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي اللي هي بلاوكاتا وإي أو. هاي البطاقة مين؟ الناس اللي متجنست وفي بطاقة إضافية بياخدوها اللي هي البطاقة الزرقاء، هي بتجي شاملة لكل أوروبا. فهي اللي معه هاي البطاقة ما في داعي إنه زوجته تجيب شهادة A1. هلا خلونا نروح على الأوراق المطلوبة من الشخص اللي موجود بألمانيا. كمان شوفوا شو كاتب لكم، بده نسختين من المستندات المتعلقة بالشخص المرجعي المقيم في ألمانيا. بدهم أول شيء صفحة بيانات جواز السفر ساري المفعول، كمان بتصوروا الصورة الأولانية والثانية، صفحة الأولى والثانية اللي فيها بيانات الشخص تبع الجواز. عنا هون إذا لزم الأمر بطاقة تصريح الإقامة أو تصريح الإقامة الإلكتروني، اللي هي كتير مهمة لازم تبعتوا، بتبعتوا كمان نسخة من تصريح الإقامة تبع الشخص الموجود بألمانيا، أو الجنسية، صورة عن الجنسية والباسبور تبعه. طيب عنا هون إثبات حديث بتسجيل مكان السكن اللي هو معروف تقولوا له عليه للشخص بألمانيا اللي هو الفونون أنميلدونج، هذا كمان لازم تبعتوا منه نسخة. كاتبكم هون إنه إثبات بتاريخ حديث، بس ما بيهم أظن، ما في مشكلة عليه، لأنه أنا وقت اللي عملت لم شمل قدمته بتاريخ قديم ومشي حاله الحمد لله. طيب عنا هون شهادة ولادة للشخص يلي موجود كمان بألمانيا، كمان كاتبيكون هون إذا لزم الأمر مصدقة من السفارة بعد التصديقات اللازمة، لازم يكون مصدقة من السفارة الألمانية ببيروت. كمان عنا هون إثبات بملائمة السكن مثل عقد الإيجار، يعني إذا كان الشخص بيشتغل عنده شغل وآخذ سكن ومستأجره هو وعم يدفع هو لحاله، فلازم تبعته عقد الإيجار تبع البيت يلي أنتم مستأجرينه. ماشي، عنا هون آخر شيء كاتبيكون إثبات القدرة على تأمين مصاريف العيش مثل إثبات الدخل، شهادة الراتب. إذا كان الشخص بيشتغل وعم يعمل لم شمل على حسابه أنه بيطلع الزوجة هو اللي رح يصرف عليها وهو عم يشتغل أموره كلها تمام، فلازم تبعته في شيء اسمه اللون أبريشنونج، تبعته اللون أبريشنونج اللي هو عن 3 شهور. إذا كان الشخص ما بيشتغل وما عنده شغل عم ياخد مساعدات من الجوب سنتر، لازم تبعتوا صورة عن الكشف الراتب اللي بيبعتوا لكم اياه من الجوب سنتر، تبعتوا انه نحن على الجوب سنتر، وبتحطوا بقى بتبعتوا
الصوره تبع الراتب بيعطيكم اياها الجوب سنتر. هلا هي الاوراق كلها المطلوبه بالنسبه لعمان. كاتبكم هون اخر شيء، اذا لم تكن اردني الجنسيه فان السفاره تحتاج الى اثبات الاقامه في الاردن مثل تصريح الاقامه. يعني السوري اذا كان مقيم بالاردن اكيد حيكون معه اقامه او حيكون معه ورقه تسمح انه هو يقعد بالاردن. اما للناس يلي عم تجي من سوريا بس مشان تعمل المقابله وترجع، بيكون معهم صوره هن عن الموافقه اللي حتجيهم من الاردن انه يفوتوا على الاردن يعملوا مقابله وبعدين يرجع يطلعوا، فبتقدموا صوره عن هذا الموضوع بيمشي الحال. هون كاتبين لاخواننا العراقيين كمان، كاتبين انه كمان بدهم الهويه الشخصيه وشهاده الجنسيه انه هن جنسيته عراقي بيضيفها، بالاضافه الى نسختين وترجمه الى اللغه الالمانيه. هدول بيترجموهم كمان ويصدقون اللغه الالمانيه اللي هو اخواننا العراقيين. اخر شيء كاتبيكم هون، تبلغ رسوم تقديم الطلب 75 يورو تدفع نقدا بالدينار الاردني. يعني انتم وقت اللي حيروح الشخص ليقدم الطلب بالسفاره فبينطلب منه 75 يورو بس لازم تندفع بالدينار الاردني. ماشي. عندنا هون اخر شيء كاتبيكم، هي معلومات، تحتفظ السفاره لنفسها بحق طلب مستندات اضافيه خلال فتره اجراءات تاشيره. كيف يعني؟ يعني انتم قدمتوا الطلب وقدمتوا كل الاوراق المطلوبه، السفاره اذا بدها ورقه ثانيه هي بدها تطلبها بدها تتاكد من شيء بحق لها انه تطلب منكم ورقه، ما بعرف شو بيخطر بباله مثلا بيطلبوها، لازم تجيبوا لهم اياها. هلا تفرجوا شو كاتبكم اخر شيء تحت هون، انجاز معامله هذه الفئه من التاشيرات يحتاج في العاده الى 12 اسبوعا بدءا من اكتمال الطلب. خلال هذه الفترة لن يتم الرد على أي استفسارات حول وضع المعاملة وسيتم حذف أي استفسارات واردة بهذا الخصوص دون الرد عليها. يعني عم يقولوا لكم أنتم بس تستكملوا الأوراق كلياتها وتقدموا الطلب وتكون أوراقكم كلها نظامية، بتعدوا 12 أسبوع اللي هو 3 شهور، بتعدوا 3 شهور، خلال 3 شهور بيكون لازم تكونوا أنتم عاملين مقابلة وجايكم موافقة أو الرفض. ونتمنى ان شاء الله ما حدا يجي رفض، ان شاء الله الناس كلها بتاخذ موافقه وبتتيسر امور الكل باذن الله. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. لا تنسونا من الاشتراك في القناه وتدعمونا لحتى نكبر بوجودكم اكثر واكثر، واذا في عندكم اي اسئله او اي استفسارات بامكانكم تكتبوا لي بالتعليقات، حاضرين باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.